واحد بيقول انا شاب عندي 26 سنة بحب فتاة حب لم يكن مثله وهي في سن 25 سنة وكل ما اشوفها عايز اتكلم معاها بس مكسوف ومش عارف اتكلم معاها قول لي كلمة تعمل ايه يا ريت تفضل مكسوف على طول بيقول وخايف ان حد يتقدم لها للخطوبة ومش عارف اعمل ايه ان كنت تقدر تكون بيت روح تقدم لها بسرعة قبل ما حد يسبقك وياخد بنت الخمسة بنت الخمسة وعشرين دي. ده حب يعني لما تحب ما تغرقش في الحب قوي كده يعني امسك نفسك شوية وإلا لو رفضت فتنهار خليك ماسك روحك